مشاهدينا ومتابعينا تحية طيبة لكم من ملعب سان سيرو، حيث هذه المشاهد الجميلة. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، ولقاء اليوم يأتي ضمن مرحلة المجموعات في بطولة الشامبيونز ليج. فريق انتر يواجه فريق ريال مدريد. الجولة الأولى في دور المجموعات دائما تكون مهمة لأنها تعطيك وتمهد الطريق وتكون ضربة البداية لمشوار دوري الأبطال الطويل أيضا، واللي يبحث بالتأكيد في كل فريق على أن يسير حتى النهاية. اليوم يبدأ المشوار. جدا يبذل الفريق في ارضيه الملعب لتغطيه كل المساحات وكل مكان في الملعب. الضغط بالطريقه السليمه يجعل يستعيد الكره دائما بشكل سريع ويجبر الخصم على ارتكاب الاخطاء. ريال مدريد النادي الملكي، ملوك مدريد، ملوك اوروبا كاكثر نادي متوج بلقب دوري الابطال، وبالتاكيد النادي الملكي في اسبانيا واكثر فرق حصولا على لقب الدوري المحلي، نادي تفخر جماهيره بكل بطوله يحققها، نادي مر عليه العديد من الاسماء التاريخيه والاساطير والنجوم والمدربين والالقاب والبطولات. هذه هي تشكيله ريال مدريد في مباراه اليوم. في المرمى يتواجد كورتوا، رافائيل فاران، حسين عبد الجواري، سيرخيو راموس في الخط الخلفي، لوكا مودريتش سيبدا مع توني كروس في خط الوسط، وفي الامام يتواجد كريم بنزيما. ضربه البدايه من الانتر. انطونيو كاندريفا، لوكاكو. فريق انتر يخسر الكره الان. كاسيميرو، كريم بنزيما، لوكا مودريتش. ممتاز اللعبه من لوكا، كره خطيره لبنزيما يتصدى ببراعه، تدخل ممتاز، كان مكان قريب جدا لكن الحارس في المرصاد. فرصة كانت مثالية لافتتاح النتيجة في وقت مبكر، لكن واضح لسه ما دخل في أجواء المباراة. لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو. تناقل الكرة بهدوء، انتظار فرصة حقيقية للاختراق. كرة ثابتة في وقت مبكر جدا من المباراة. تعامل ممتاز من حارس المرمى مع الكرة الثابتة، ما كانت سهلة في اللقطة الماضية. دانيال كارفخال، توني كروس، كاسيميرو. فرصة الآن، مرت قريبة جدا. ريال مدريد الآن يقوم بعمل في منتهى الجمال في تمرير الكرات. لوكا مودريتش، إمكانية الكرة العرضية. فينيسيوس ينتظر على القائم البعيد. هاندانوفيتش والكرة مستمرة. انتر يفقد الكرة. مارسيلو، كريم بنزيما. تمريرات سريعة، محاولة لخلق المساحات، إيجاد الثغرة. هاندانوفيتش يتصدى لكن الخطورة مستمرة. دانيال كارفخال، حرفية باتجاه جارث بيل. أوهو، صدق أو لا تصدق، هذه الكرة ضاعت. أي تصرف غريب في التسديدة، شوف اللعبة كان قريب من حارس المرمى. المدرب الآن يحاول بأن يدفع فريقه للمواصلة على هذا المنوال وعلى هذه الصورة حتى يسجل الفريق هدف التقدم. أنطونيو كاندريفا،
فريق انتر يخسر الكرة الآن. جارث بيل، لوكا مودريتش، جارث بيل، تصدي ممتاز من حارس المرمى، يرتمي ببراعه يتصدى لهذه الكره. شوف الرشاقه في الاقدام. مدرب يحاول ان يشجع لاعبا، يرفع من معنوياته، يواصل ايضا حتى ياتي هدف التقدم. بيلعب تمرير ارضيه، ارضيه ممتازه في وسط المنطقه. الله على هاندانوفيتش، شوف التصدي في هذه اللقطه. مارسيلو بامكانه ارسال كره عرضيه خطيره الان. روع المدافع، يستخلص الكره بتدخل ممتاز. رمي التماس للانتر. أنطونيو كاندريفا، مارسيلو بروزوفيتش، كريستيان إريكسن، كوادو أساموا، كريستيان إريكسون. كرة موجودة مع لوكاكو، ريال مدريد يستعيد الكرة. فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. جارث بيل، كاسيميرو، كيف راح يتصرف فيها؟ كريم بنزيما، حارس المرمى ينجح في التصدي. حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منا هذه الكرة. ركنية في منتصف ال 18 من توني كروس. مودريتش يرسل الكرة في الخلف، يستخلص الكرة وينهي المحاولة. توني كروس يعيد الكرة مرة أخرى. كاسيميرو، قد تكون هذه الفرصة. والكرة العرضية في المكان السليم لكن عدت بدون خطورة. يتدخل ليبعدها إلى رمي التماس. يرسل كرة طويلة، تدخل يبعد الكرة للخلف من عرضية. فرصة ثمينة ضاعت على ريال مدريد. هذه كانت كرة الواحد صفر يا ملكي، قد يندمون على ضياع كرة قد لا تعود. المدرب يبحث ويتمنى ايضا بان يستمر لاعبه على نفس المنوال وعلى نفس الكيفيه وعلى نفس الحماس حتى يتقدم الفريق في النتيجه. نشيد دوري الابطال له طعم خاص ومذاق خاص عندما تستمع اليه قبل انطلاقه اي مباراه. اليوم نعود مرة أخرى لموسم جديد مع دوري المجموعات، بالتأكيد لننتظر في إثارة كبيرة كما تعودنا مع سهرات ليالي الأبطال. يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب، تسويبة من جارث بيل. هاندانوفيتش يتصدى، ثلاث دقائق تضاف الى المباراة. كوادو أساموا، مارتينيز، مقطوعة تمريرة إريكسن، الشوط الأول ينتهي 0-0. عودة مع شوط المباراة الثاني، يوم أول في دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا. الكل يبحث عن بداية قوية في هذه البطولة. عندنا 45 دقيقة للتنافس من كل فريق على هذه المباراة. عمل جيد في قطع الكرة.
مارسيلو بروزوفيتش، ميلان سكرينيار، لوكاكو، مارسيلو بروزوفيتش. لوكاكو يعود إلى وسط ملعبه من أجل الحصول على الكرة، لأن الكرات لا تصل إلى الأمام بشكل كافي. شفت تبادل الكرات بكل هدوء. إريكسون، فدائية كبيرة في هذه اللقطة. شوف اعتراض الكرة، صفارة وراية، تسلل يحتسب الحكم. تعليقا على أداء كريم بنزيما مع نهاية الشوط الأول، أعتقد بأن ما ظهر بالمستوى المأمول منه في الشوط الأول كان خارج نطاق الخدمة. أعتقد عليه بأن يستعيد تركيزه، بأن يحاول أن يقدم شيء حقيقي للفريق الشوط الثاني. توني كروس، كاسيميرو، كريم بنزيما، لا جديد. الله على الكرة، على المهارة، على دقته غير العادية في التمرير. كوادو أسابوا، فريق انتر يخسر الكرة الآن. بينية مثالية خلف المدافعين، هنا في مكان خطير، عند الكرة في مكان خطير. مساعد الحكم يرفع الرأية ويحتسب تسلل. أعتقد أن اللاعب كان يقف على نفس خط آخر مدافع، رح نتأكد. توني كروس يفتقد الكرة، انتر يفقد الكرة، مارسيلو تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. بيعدي بالكرة، بيروح فيها، بدت فرصة جيدة لكن الكرة تحولت للخصم. توني كروس، كاسيميرو، دفاع يتمركز في الخلف ويترك الفرصة للضغط. تمريرات كثيرة في انتظار الفرصة المناسبة للانقضاض على المرمى. التيكي تاكا تأخذ مجراها. كاسيميرو، أي رؤية، أي دقة، أوهو، أي إصرار، أي عزيمة. هدف يأتي بعد محاولات، بعد فرص، إصرار على التسجيل. جرينتا كبيرة، روح عالية، تقدم وافتتاح التسجيل. هدف تأخر لكنه يأتي، لكنه يأتي. متابعة رائعة للقطة الماضية، توقعها بالشكل الصحيح، حطها في المرمى في ظل غياب تام من الدفاع. ريال مدريد يتقدم في المباراة. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. دييغو جودين، تبديل قادم الآن سيكون في الدقائق المقبلة لمصلحة ريال مدريد. فرصة الآن، عرضية بدون تركيز، الكرة إلى ركلة مرمى. تغيير راح يكون قادم بخروج كريم بنزيما. أكيد أنه سعيد بتسجيل هدف تقدم الفريق، وإذا انتهت المباراة بهذه النتيجة راح يكون بطل هذه المواجهة. حتى الآن مشاهدينا كل شيء يبدو إيجابيا للفريق. نحن في الدقائق الأخيرة لشوط المباراة الثاني، لكن لا راحة إلا مع صافرة النهاية. دقائق أخيرة صعبة على الفريقين. نعم ريال مدريد يملك الأفضلية، لكن قد تتغير الأمور في أي لحظة. هذه أوقات التركيز، أوقات الحسم التي تحتاج فيها إلى خبرة اللاعبين حتى تمر بالمباراة إلى بر الأمان. توني كروس، مارسيلو،
يتقدم بالكرة. لوكا يوفيتش، إيقاف ممتاز للكرة من الحارس. ركنية في منتصف ال 18 من توني كروس. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. لوكا، تصدي ممتاز من حارس المرمى يعطي الفريق دفع لتعديل النتيجة. كرة لو دخلت لكانت أنهت اللقاء قبل صافرة الحكم. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. توقع جيد في قطع الكرة. 5 دقائق تفصلنا عن صافرة نهاية المباراة. استمع إلى أصوات الجماهير واللي تطلب من اللاعبين إدراك هدف التعادل قبل نهاية المباراة. جماهير النيراتسوري، الأجواء هنا في ملعب سان سيرو صاخبة جدا. الجماهير تحاول القيام. إريكسون بكل أريحية وصلت الكرة إلى كورتوا بدون أي خطورة. ثلاث دقائق تضاف إلى المباراة. ينتقلون بالكرة إلى الثلث الأمامي. لوكا يوفيتش، حلوة التسديدة، كانت قريبة من المرمى لكن عدت. لكن مرة كان ممكن تكون هدف في اللحظة الماضية. مع صافرة نهاية المباراة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وانتصار يعني 3 نقاط مهمة تضاف إلى رصيد